في حاجات احنا منتظرينها، يعني مثلا السياحه دخل عظيم بالنسبه لمصر. اكيد الدوله النهارده يعني لحد دلوقتي انا شايف ان الدوله مش مهتمه بالسياحه، شايفاها حاجه، مع ان احنا بنكتب مع وزاره السياحه رؤيه السياحه مصر 2020، شايف ان في حاجات ايجابيه كتيره جدا ممكن تتكتب فيها، لكن مش لاقيين الادوات اللي احنا نسوقها عالميا بيها. قصدك ان الدوله محتاجه الفتره دي تهتم اكتر بالسياحه، خاصه في ظل الظروف اللي عشناها من بعد مثلا الطياره الروسيه بتاعه شرم الشيخ وغيرها من الاحداث اللي اثرت بشكل واضح على حركه السياحه لمصر، فمحتاجين يعني غرفه الانعاش. وكل الخبراء اللي جبناهم كلهم قالوا حتى بكل الحوادث اللي حصلت السياحة ممكن جدا تقفز قفزة سريعة جدا، لكن انتوا لازم تسوقوا حاجات حصل معينة. حصل حوادث في باريس وما تأثرتش السياحة. هنا بقى الفرق ما بين التسويق السياسي واللي ما فيش تسويق سياسي، احنا ما عندناش، لو كان عند ما هو ده اللي عاوز اوصل له في الاخر. سيادة السفير.